ساعات قليلة فقط تفصلنا عن انتهاء المدة المحددة للتسجيلات في مسابقة توظيف الأساتذة، حيث شهدت مراكز إيداع ملفات الترشح إقبالا كبيرا ومتزايد قصد الظفر بمنصب شغل بعد اجتياز المسابقة. وهنا بالنسبة لهذا المركز تم إيداع إلى غاية البارحة أكثر من 1700 ملف في جميع التخصصات. الملاحظ أنه كان في إقبال بالنسبة للمواد العلمية. عملية التسجيل لهذه السنة كانت أكثر تنظيما من سابقتها من المسابقات، وذلك بعد فتح التسجيلات في موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، ما سهل العملية أكثر من خلال ملء الاستمارة للترشح في منصب المراد التوظيف به والذي يتوافق مع الشروط المطلوبة. الموقع هو اللي نظم عملية التسجيل، حتى التوقيت كل مترشح طالوا توقيت خاص يسجل فيه. يعني العملية هذه خلت طريقة التسجيل منتظمة، والإقبال يعني كان كثير ولكن كان منظم ماشي كما السنوات الماضية. الملف راح يكون فيه الرقم والوثيقة الفورميلال، وثيقة الإلكترونية اللي خرجها من الانترنت، الرقم والاسم واللقب، تاريخ الميلاد، العنوان، اسكو ينطبق مع الدبلوم المطلوب على حسب الشهادة المطلوبة على حسب الاختصاص، ونقوم بتسجيل الوثائق هنايا، نعطيه المعني وصل إيداع الملف، يقوم بإمضائها عند رئيس المركز. هذا واستحسن الكثير من المترشحون طريقة التسجيل، لكنهم بالمقابل عبروا عن تخوفهم الكبير من خبايا هذه المسابقة. أنا تسجلنا عبر الانترنت في البداية، وهذه الحاجة الأولى اللي كانت حاجة جديدة في تسجيل في مسابقة الأساتذة السابقة، وهي حاجة مليحة باسكو ساعدتنا بزاف، سهلت لنا الأمور. التسجيل في الانترنت جد سهل، أما في المسابقة في حد ذاتها كامتحان كتابي جد صعب، وأنا متوقع جدا أن في هذا الامتحان لا تكون شفافية. الظفر بمنصب عمل مستقر هو أمل هؤلاء، فهل ستضمن بنغبريت شفافية المسابقة هذه المرة؟